الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل القيام ببعض الطاعات إرضاء لأحد الوالدين يقدح في الإخلاص، كمن يحسن لأقارب أمه أو أبيه مثلا حتى لا يغضبهما؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن العبادة لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا توفر فيها شرطان. الشرط الأول الإخلاص في فعلها لله عز وجل، فلا يقصد بفعلها إلا وجه الله والدار الآخرة، فهو لا يقصد بفعل هذه العبادة في المقام الأول إلا إرضاء الله تبارك وتعالى. فأي عبادة قصد بها غير وجه الله فإن الله لا يقبلها ولا يثيب صاحبها عليها، فضلاً عن أن صاحبها قد لن يسلم من العقوبة بسبب ما قام في قلبه من النفاق أو الرياء أو نية التشريك. فالعبادات لا يقبلها الله ولا يرفعها إلا إذا كانت خالصة لوجه الكريم. والشرط الثاني من شروط قبول العبادات المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الأصل المتقرر في العبادات، ولكن السائل يسألنا عن نوع من العبادات، وهو أنه يصل أرحامه من باب إرضاء أبيه أو أمه، فهو يصل أقاربه من باب إرضاء أبيه وأمه. فنقول إذا كانت هذه هي نيته فقط فإنه لا أجر ولا ثواب له في هذا الوصل، لأن صلة الأرحام عبادة لله عز وجل، هي حق للأقارب نعم، ولكنه حق أوجبه الله تبارك وتعالى علينا تعبدا، فنحن نتعبد لله عز وجل بهذه العبادة. فإذا لم يقم في قلبي من يصل أرحامه إلا أنه يريد إرضاء والده أو أمه أو أن يكفوا شرهم عنه أو أي نية أخرى غير إرادة التعبد بهذه العبادة لله عز وجل، فلا أجر له ولا ثواب عند الله عز وجل له فيها، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا ثواب إلا بالنية. ولا أظن مسلما يصدر منه ذلك، ولا أظن السائل يقصد هذه الحالة التي قررتها أصلا، ولكن السائل يقصد أنني أصل أرحامي امتثالا لأمر الله عز وجل وإرضاء لأبي وأمي. فإذا إرضاءه لأبيه وأمه ليست نية خالصة، بل هي نية مقصودة بالقصد الثاني، وأما قصده الأول فإنما هو امتثال أمر الله عز وجل. فهو يصل أرحامه بقصدين: بقصد أصلي أساسي، وبقصد تبعي. أما القصد الأساسي الأصلي فهو التعبد لله عز وجل بهذه الصلة وبهذا الإحسان، وأما القصد التبعي فهو إرضاء أبيه وأمه، فهذا لا بأس به وهو أمر يشكر الإنسان عليه، فلا حرج على الإنسان أن يقصد ذلك، لكن المشكلة ألا يقصد إلا ذلك، هذه هي المشكلة. وأما إذا كان يقصد بصلته وإحسانه لأقاربه التعبد لله عز وجل وامتثال أمر الله تبارك وتعالى والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بامتثال أمره، ثم مع ذلك قصد إرضاء أقاربه وإرضاء أبيه وإرضاء أمه أو كف شر أقاربه عنه، أو أنه يعني يقصد بها طول عمره أو كثرة رزقه بصلة أرحامه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأنها أمور لا بأس بها. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن صلة الأرحام توجب زيادة البركة في الرزق والعمر، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهو يصل رحمه امتثالا لأمر الله بالقصد الأول وطلبا لهذه الأجور والمترتبة على ذلك أو الفضائل المترتبة على ذلك، كالذي مثلا يتصدق بنية التعبد لله بهذه الصدقة والتقرب إلى الله وبنية شفاء مريضه، هذا لا بأس به. لكن المشكلة عندنا ما هي؟ ألا يقصد بفعل العبادة إلا هذا الأمر فقط، هذا هو الذي
لا يجوز، لأن العبادة حق لله عز وجل لا بد أن يقصد الله بها بالقصد الأول. ثم بعد ذلك في صلة الأرحام، إذا نويت إرضاء والدتك، إذا نويت إرضاء والدك، إذا نويت دخول إدخال السرور على أقربائك أو كف شرهم عنك، فإن هذه مقاصد لا تتنافى مع المقصود الأول. ولعلك فهمت ما أريده، والله أعلم.